اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. لبيب يرفع السريه عن العمليه التي جرت باسم الفجر في غزه. كان مهما بالنسبه اليه محاوله تاريخ هذه العمليه واعطاء اسرارها لربطها بشخصه، وهذا له بعد انتخابي معروف. المساله الثانيه ان هناك من راغب بشكل كبير جدا في داخل اسرائيل من جعل قياده الشين بيت، يعني ان الشين بيت هي التي تقود الجيش وتقود الشرطه، وعلى ضوء معلوماتها يجب الكل ان يذهب الى ابعد حد، كحاله مثلا هذه العمارة التي كان فيها الجعبري الشهيد الجعبري. فكان هناك دراسة للمخطط الهندسي وكيف كان البناء والعدد وإلى آخره لتكون هناك ضربة شديدة ودقيقة. إذا الدقة أتت من وصول المخابرات الإسرائيلية إلى كل تفاصيل العمارة بنائها وغيرها، يعني المخطط الهندسي بشكل كامل، وهذا الذي منح الشين بيت أن تؤكد أن مصداقيتها متوفرة في ضربة بصاروخ فوق رأس السقف الذي فوق رأس الشهيد مباشرة. هذه مسألة أولى. ثم بعد ذلك خمس قنابل موجهة، والصاروخ أساسا لا يأتي بطريقة مستقيمة أو بطريق مستقيم، إنما الأمر يتعلق بالوصول إلى الدرجة التي يكون فيها الانحناء بدرجة مقبولة هندسية وعلى ما يريد ويرغب المؤطر. يعني هذه المهمة مهمة تقنية عالية، انطلاقا أولا من حجم المعلومات بالنسبة للعمارة وغيرها وضبط السقف وضبط ما فيه من محتويات، وأيضا الوصول إلى الطابق السابع، وهكذا كانت الإصابة دقيقة. إذا بالنسبة ل 170 ثانية، هذه هي مدة العملية، زمن العملية 170 ثانية، وهذا تحد بحد ذاته. إذا أمامنا الإثارة الانتخابية على وجه صحيح، ثانيا أن هناك رغبة في التكنولوجيا، في إبداء أن التكنولوجيا الإسرائيلية متقدمة للغاية. أهم من كل ذلك أن اليد الأمريكية غير موجودة، بل إن هناك طعن للأمريكيين عندما نجد من جهة الأمريكي ليس لديه سوى تدمير هذا المكان بشكل كامل، وأيضا بالنسبة للروس. وهناك تعليق طريف بأن الإسرائيلي أكثر قوة وحنكة ودقة من ضربات كل من الروسي وأيضا الأمريكي، والذي ظهر أن نفس الدرونات ونفس العملية تقريبا هي الظواهر. يعني لو رأينا التصور الذي حدث بشكل واضح، فعوض أن يكون بالسكاكين أو ما يسمى الهير فاير، هنا الأمر معكوس، كانت الضربة ضد السقف ثم خمس من القنابل. إذا الهير فاير معروف بأن الأمريكيين سلموه إلى إسرائيل، هذا هو الأمر الثاني الواضح، أن الهير فاير هو الذي قام بالعملية بشكل واضح ولا غبار عليه بالنسبة لتدمير السقف فوق رأس الشهيد. إذا الأمر بالنسبة لضربة الأرضية، أرضية الطبق السابع فوق رأس الشهيد، كان أهم شيء، وبعدها مباشرة كما ذكرنا القنابل. هل توقف الأمر عند هذا؟ هل الهير فاير توقف عند هذا؟ هناك أداء لمصاحب لمثل هذه الضربات. هذه الطريقة التي يمكن تأكيدها الآن عبر القنابل الخمس المتجهة بالإضافة إلى الصاروخ وفي حدود 170 ثانية، كل هذا كان مدروسا لأن الذكاء الصناعي وصل إلى تصوير الشهيد.
قبل الضربة كان تصويرا شاملا للشهيد. معنى ذلك أن هناك من زرع الكاميرا وهناك من وصل إلى أدق التفاصيل مع مساعده. يعني المساعد الذي كان دائما مع الجعبري كان واضح جدا أن مباشرة متابعته كانت واضحة للغاية في 172 صورة إلى آخره. هناك تفاصيل دقيقة جدا حاول أن ينشرها الشنبيت الآن لجعله صاحب القيادة. أما في هذا الذي جرى قيادة الشين بيت لكل من الشرطة الفرق الخاصة خصوصا يمام وأيضا بالنسبة للفرق التي يعمل عليها الجيش. ومعلوم أن الآن صاحب أو قسم هذا القسم بالنسبة للعمليات كان أساسا في الجيش، كان رئيس فرقة في الجيش، على كل حال إحدى الفرق الخاصة. على العموم فإن الآن أو المكلف بالعمليات في شين بيت الآن يدير الجيش ويدير الشرطة معا. قيادة الشين بيت للمرحلة أصبحت محسومة في زعامة المديرين، المدير الحالي والمدير السابق. بدأ الأمر مع المدير السابق والآن مع المدير الحالي يتكرس بشكل كبير جدا مثل هذا التوجه. المسألة الرابعة أن الجعبري بعد أن وصل سكان كامل لهذه المنطقة التي فيها وخصوصا بالنسبة للطابق السابع وضبط المكان، بل وليس ضبط المكان فقط وإنما ضبط حالة المشية قبل أقل من 13 ثانية كانت حالة الإطلاق. على أي الأمر كان في 4:14 دقيقة، يعني مع 170 ثانية، مع حوالي 4:15 دقيقة وعشر ثوان كان كل شيء مؤهلا أن تكون 4 خطوات بالأساس للجعبري كافية لتدمير السقف بشكل كامل عليه وعلى مساعده. هذه زاوية قيادة الشنبيت لما يراه الشنبيت صالحا في هذه العملية، وهذا الذي حدث أيضا مع منصور ومع رفح وكيف وإلى آخره، وكلها تفاصيل لا بد من نقلها لمعرفة كيف يفكر الإسرائيلي. المسألة الرابعة أن القدرة التي حاول من خلالها الإسرائيلي العمل على الذكاء الصناعي بشكل متقدم للغاية، ليس فقط على صعيد هذه العمارة، ليس على صعيد 14 طابقا و28 شقة، إنما الأمر اليوم يذهب أبعد عندما يصبح المناضل من بيئته وفي مثل هذه الشقق الكثيرة، يعني الاختراق يكون مرتفعا للغاية. 28 شقة وهناك قائد لعمليات في 28 شقة في 14 طابقا، هذا كله يعني الوصول إليه بأسرع وقت من جهة، وأيضا اليوم هناك دقة أكبر بالنسبة للصواريخ ولا يهتم الإسرائيلي إلى الخسائر الجانبية، وهذا أمر واضح. لذلك فالشين بيت هو الذي يقود الآن العملية عبر صاروخ موجه من جهة وصاروخ ليس بالخط المستقيم وهذا معروف، وأيضا عبر قنابل، وهذه القنابل في 5 مناطق وكل منطقة تنفجر بطريقتها. يعني أن هناك مجموعة صغيرة في 5 نقط، هذا هو واقعها بالنسبة للعملية. إذا العملية مضبوطة من حيث الذكاء الصناعي، من حيث السكان، من حيث أيضا وجود كاميرا ثابتة، كل هذا كان واضحا بالنسبة للعملية بشكل شامل. المسألة الأخرى أن هذه القنابل يحاول جهد الإمكان الإسرائيلي أن يقول بأنها له، لكن واقع الأمر فإنها القنابل المصاحبة للهيرفاير في نفس ما تقوم به CIA وأجهزة المخابرات الأمريكية فيما يسمى بالاغتيالات أو العمليات الخاصة. هذا يعني أن هناك يد
للهير فاير على وجه التحديد، وأن هناك تطوير للهير فاير ما بين كل من إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الأمر لا يتعلق فقط بما سمي بالقبة الحديدية، والذي زكاها بيان بايدن في هذه العملية. المسألة الأخرى هي استخدام الهير فاير لتقليل الخسائر بالنسبة للقادة، وهذا الذي أخذه بعين الاعتبار الإسرائيلي. الإسرائيلي انظروا إلى التحول الذي حدث بين الحروب السابقة وما بين الحروب الحالية. الحرب الحالية في غزة هي تصفية قيادات، كنفس الذي قام به الأمريكي أخيرا مع الظواهري وقبله مع عشرات القادة، ويحاول الإسرائيلي أن يضع نفس هذه المقاربة، لكن الأمريكي يريد أن يضع نفس الصورة. مهم جدا نفس الصورة، يعني محاولة شل التنظيمات وليس القضاء عليها. لا يمكن القضاء على تنظيم، وإنما شله، وشله بضرب قياداته. وهذا ما حدث مع تنظيم الدولة، هذا ما حدث دائما مع القاعدة، وهذا الذي الآن يلتحق به لبيد. لبيد يلتحق لأنه أي لبيد وقبله بنت، هذه الحكومة كما سماها توماس فريدمان بأنها بايدنية، ولا يزال بايدن يشتغل بنفس الطريقة. إذ أخذ لبيد نفس التكتيك الأمريكي وطبقه بالحذافير، أي تصفية القيادات. كان النابلسي، كان قبله بالنسبة لبريك ووتر، وهنا بدأت مع بسام السعدي قبل بريك دون أو بريك دون. معنى هذا أن هناك عملية بدأت أساسا من ما سمي بريك ووتر أو بريكين ووتر، يعني أن تقطيع الماء كان هذا أهم شيء، أو الوصول إلى قطيعة مائية، أي عدم الدخول في جداول، يعني ليس جدولا يصب في جدول، أي النضال الفلسطيني هو مجرد جداول. وهذا الذي رد عليه الجهاد الإسلامي بوحدة الساحات، وهذا هو الرد الطبيعي لفهم الاستراتيجية الإسرائيلية. على أي هذه نقطة مهمة للغاية، أن الذي قتل هؤلاء في غزة هو الهير فاير والنسخ المقدمة بشكل مباشر إلى إسرائيل. إذن إسرائيل التزمت بالقيادة، بضرب القادة، كسائر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهذا الذي الآن تعزز وبشكل واضح جدا، لأن الكل كان يرتكز على البنية التحتية. اليوم ليس هناك بنية تحتية، التركيز على القادة، وهذا هو التحول التكتيكي الذي قاده الآن الإسرائيلي. المسألة الأخيرة فيما يجري، أن الأمريكي وقبل العملية، يعني قبل ما سمي ببريك ووتر، قبل البريك ووتر الذي أصبحنا معه ببريكين دون أو الفجر الصادق، وقبلها تقطيع الماء أو المياه أو أيا كانت الترجمة، فإن العملية الجارية قادها الأمريكي بالأساس، ليس فقط ضد بسام السعدي، ضد القائد الأول الذي ذهب للاعتقال، وكانت دموية أيضا بالنسبة لحالة الاعتقال، هذه كانت دموية، كانت ضد قائد ثم أصبحت ضد قادة في غزة. هذا هو التطور الذي يساير، نفس ما يقوم به قلنا الأمريكيين ضد كل التنظيمات في الشرق الأوسط. مهم جدا في النقطة الأخيرة، أن يكون الإسرائيلي قد أخذ من الأمريكي ما يغير به تكتيكه تجاه غزة. فكان واضحا تسليم الهير فاير إلى الإسرائيليين، وتسليم أيضا القنابل. هناك 25 قنبلة كان واضحا أنها استخدمت، والآن فيه تصنيع مشترك لما يجري من الهير فاير. إذا الفارق هو أن هناك رأس تفجيري بالنسبة للهير فاير الذي استخدم في غزة، وما بين تفاصيل أخرى تقنية بالنسبة للهير فاير من الاتجاه الآخر. وفي كل الأحوال فإن الصواريخ الأمريكية هي التي اغتالت القادة في غزة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.